محطتنا التالية رح نسافر سالي بين الصورة واللون والفكرة اللي بتبدعها ريشة الفنان، وأكيد عبر التاريخ هناك حالة جمالية من الإبداع. لنحكي أكثر بشكل موسع عن كل الأعمال الجمالية اللي معنا لليوم. أكيد معنا السيدة المميزة لينا رزق، فنانة تشكيلية ورئيسة جمعية شموع السلام. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير. يسعد صباحكم، شكرا لكم لاستضافتكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي، وأكيد كل عام وأنت بخير. نحكي بداية عن التجربة، تجربتك يعني 5 معارض فردية وعدد من المعارض الجماعية بإضافة لتنظيم هذه المعارض، وأيضا كانت داخل سوريا وخارجها. خلينا هيك نحكي عن هيدي التجربة، طبعا تعتبر سلسلة من التجارب. تفضلي. أكيد هو الفنان يعني ما بيبدأ هيك يعني عبس، يعني بيكون من هو طفل صغير بيخلق عنده هي الروح الفن. فأنا وأنا طفلة صغيرة بدأت من نعومة أصفاري، بدأت الفن، بدأت أني أمسك ريشة، أمسك ألوان. أهلي لاحظوا هذا الشيء عندي وحبوا أنه يدعموا، ولحتى كبرت أكثر ودخلت كلية فنون جميلة، وبعدين كمان دخلت مركز أدهم إسماعيل، تخرجت من 2 يعني. وبعدين بدأت مسيرتي الفنية بمعارض، كانت مثل ما حكيتي معارض فردية، 5 معارض فردية كانت لإلي. الحمد لله كانت كلها حلوة وناجحة، وبالإضافة لمشاركات طبعا جماعية. هي ما بيغنى الأمر، يعني أنه ضروري الفنان يكون يشارك زملائه دايما بمعارض فردية، بالإضافة لأنه أنا كنت نظم معارض جماعية من خلال جمعية شموع السلام. هي مثل ما حكيتي حضرتك أنه أنا رئيسة الجمعية، وكان في لنا كثير نشاطات داخل سوريا وخارجها، وكان لنا عدة محطات حلوة وفعالة. نعم. طب خلينا نحكي اليوم عن دور الفن التشكيلي السوري وتواصله مع الحركة العالمية، بما أنه كثير كان في مبادرات أو فعاليات خارجية أيضا. الرسالة المحلية اللي عم يحملها الفن، وكيف عم تشوف في حركة الفن التشكيلي اليوم بسوريا؟ هلا الحمد لله حركة الفن التشكيلي بسوريا تعافت، يعني كانت شفتوا كيف مثل ما سوريا بشكل عام كانت مريضة، فكمان كان الفن مريض معها، يعني هذا الشيء طبيعي. مع انه بعض الفنانين كانت عم تحاول ضمن كل هالظروف الصعبة انه تعمل شيء وتنجز، على الاقل توثق الحالة وتوثق الحرب اللي كنا فيها. وطبعا كمان انا كان لي دور بهذا الموضوع بهي الحركة. بعدين هلا بلشت الحمد لله تتعافى الامور، وبلشت شفنا بصيص الضوء والامل، وصرنا نشوف انه كيف الفن رجع يحمل بصيص النور، خلينا نشوفه من اول وجديد. صار لما الانسان يروح يشوف معرض يشعر بالجماليات، غير المعاناه الحرب وكذا اللي تعبنا منها كلياتنا، صرنا كلها بحاجه انه نرجع نجدد حياتنا ونشوف شيء حلو. فهالمعارض كلها الحمد لله صارت عم بتكون حلوة وعم بتوثق الحالة الجديدة اللي هي طلعت منها سوريا، وانبثق طائر فينيخ من أول وجديد من الرماد ورجع يحلق الحمد لله، وصرنا نشوف معارض جميلة هي على نطاق سوريا. بالإضافة لأنه كمان كان في نشاطات عم بتكون مع العالم الخارجي، يعني كان في مشاركات مع العالم بحيث أنه هن يشوفونا نحن أنه فنانين سوريين بعدنا موجودين وبعدنا عم نتابع بمسيرتنا الفنية، ونحن كمان يكون لنا دورنا عندهم ونتابع معهم خلال الحركة الفنية التشكيلية العالمية. نعم. نعم. يعني لينا أيضا خلينا نحكي بجائحة كورونا، ما توقفت رسالة الفن وما توقفنا عن المعارض الفنية، وآخر معرض كان معرض إكسير الإلكتروني اللي ضم 900 فنان وعمل فني. خلينا نحكي أيضا دي كان مهم هذا المعرض، واستمر يمكن أسبوع، ما بعرف إذا مدته، وأسبوع كان؟ تماما مزبوط، صحيح الحكي. الحقيقة هاي كان إنتاج الجمعية شموع السلام اللي حبت تكون المتفوقة والأولى بسوريا أنه تعمل هذا النشاط الحلو، نشاط عالمي مثل ما حكيتي. معرض ضم 900 فنان من جميع أنحاء العالم، وكانوا يعني مشكلين سواء بلدان عربية أو أجنبية من كل القارات، شاركت معنا فنانين وعملوا هي الباقة الجميلة من المعارض واللوحات الجميلة،
وكانوا بمعرض إكسير العالمي اللي استمر أسبوع كامل على وسائل التواصل الاجتماعي. كانت عم بيعملوا أول يوم يعني بلشنا كافتتاح بالمركز الثقافي كفرسوسة، بعدين انطلقنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كل يوم يكون في قارة من القارات تجمع بلدان هالقارة هي، وكان في حقيقة تواصل كتير كبير على هاي الفترة هي اللي هي الأسبوع. كانت كل يوم عم ينزل فيديو خاص بهدول الفنانين، بالإضافة لأنه الكل توزع له شهادات مشاركة بهذا المعرض، والكل كان يعني سعيد بهي التجربة الجديدة اللي هي كنا كلياتنا بحاجة لها، خاصة بظروف الكورونا، لأنه نحن هلأ صار في صعوبة بالتواصل مع الفنانين ومع العالم بأنه نعمل على أرض الواقع معارض واقعية، فنحن مضطرين نلجأ لهذا النوع من الفن وهي المعارض اللي هي معارض إلكترونية. نعم نعم. أنشطة جمعية شموع السلام كثيرة، خلينا نذكر أهمها. هلا يعني اذا بدنا نقول اهمنا يمكن هي كلها مهمه، بس خلينا نرجع من الاخير للاول. تمام. كان اخر شيء هلا عملنا مثل ما حكينا معرض اكسير العالمي اللي استمر الكترونيا على مده اسبوع. قبلها كان في معارض متنوعه كانت بدار الاوبرا، كان بكل سنه يكون في عندنا معرض جماعي باسم شموع السلام، يعني كان في عندنا سلسله حتى وصلنا لرقم 6. كل سنة كنا نعمل معرض حتى داخل سوريا وخارجها كمان، كأننا محطات بلبنان. كان في عنا كمان عملنا سيمبوزيوم، روح الفنانين كلها ترسم على أرض الواقع ضمن الطبيعة الجميلة، يعملوا ورشة عمل يرسموا. بنهاية المطاف هالأعمال كلها اللي رسمت خلال هالفترة ينعمل فيها معرض كمان هنيك، وكانت كمان كتير يعني حركة حلوة وكتير انبسطوا فينا هنيك بلد مستضيف لنا، كثير فرحوا بهذا الفعالية اللي عملناها، وصار في مثل ود وعلاقة حلوة وتواصل جميل بين الفنانين السوريين مع الفنانين اللبنانيين، وهذا الشيء اللي نحن بنسعى له بنطمح له اصلا، يعني نحن من اهداف جمعيتنا التواصل بين الفنان السوري مع الفنان من كل انحاء العالم. نعم. وهذا الحقيقة اللي قدرنا نعمله على فترات هي السنين اللي مشينا فيها، وطبعا بالاضافه لمعارض كانت بالمراكز الثقافيه، مركز ثقافي ابو رماني احتضننا اكثر من مره، ومركز ثقافي كفرسوسه، بالاضافه ل كان في عندنا نشاطات مع جمعيات ثانيه مثل جمعيه لسرطان الثدي، كنا كمان عملنا بمناسبه عيد الام عملنا كمان فعاليه مع جمعيه سرطان الثدي، كانت الغايه انه ندعم هي الجمعيه، وقدمنا الاعمال تبعنا لصالح جمعيه تبرع لصالح الجمعيه مشان كمان ندعم هذا الشيء يعني من جهتنا نحن كفنانين مهتمين بهذا الموضوع، بالاضافه لكثير نشاطات كانت ورشات عمل، حتى كان عملنا بحديقه تشرين كمان من كم شهر كمان عملنا فعاليه كثير حلوه كمان سيمبوزيوم، الفنانين رسموا على ارض الواقع بين العالم بين الناس، صاروا يجوا يتفرجوا علينا يشوفوا لنا كيف عم نرسم، يشوفوا مراحل اداء اللوحه كيف عم تنجز كيف عم تطلع، يعني عم تتراكم الخبرات كلها مع بعضها لحتى تنجز هاللوحة هي. نعم. حتى شافوا بالأخير أنجزت هالأعمال وعملنا فيهم معارض، معرض برعاية محافظة دمشق، مشكورة كانت راعية المعرض واهتمت فينا كتير وقدمت لنا كل وسائل الدعم. نعم. لينا خلينا نحكي عن واقع الفن التشكيلي اليوم، كل فنان بيشوف الواقع من وجهة نظره أو من المكان يلي هو قاعد فيه، أيضا بما أنه عندكم تواصل مع فنانين عالميين، ولكن احنا خلينا نخص واقع الفن التشكيلي بسوريا رغم الصعوبات اللي نحن مرينا فيها والضغوطات، وكثير في كثير فنانين جداد عم نشوفهم هلا بلشوا هيك بخطواتهم اكيد الاولى، يعني بس يعني دائما بيكون في روح بياخذوها من الفنانين القدامى، خلينا نحكي عن الواقع. هلا الفنان مثل ما حكينا ما بيبدا هيك فورا فنان، فهو اجباري في بده يبدا صغير ويكبر خطوه خطوه يطلع درجه درجه. صحيح. وحتى نحن بجمعيتنا من اهدافنا ومن نشاطاتنا اللي دائما بنقوم فيها هي انه ندعم الفنانين الشباب ونعطيهم فرص انه يشاركوا حتى بالمعارض الجماعيه اللي بنعملها، حتى بالورشات الاعمال اللي بنعملها، انه يكون لهم دورهم وفرصتهم.
بالإضافة طبعا للفنانين الكبار، فهو هي التشاركية بين الفنان الشاب الجديد والفنان اللي عنده موهبة وخبرة كبيرة، بصير نوع من التبادل الخبرات بين الفنان بين الفنانين مع بعضها. الفنان بحاجة إنه دائما يشوف الفنانين اللي قبله سبقوه كيف كانت خبراته، كيف قدر يعمل بصمته، كيف قدر يخلق أسلوبه، لحتى هو كمان يتعلم منه ويعني يمتزج هي الخبرات كلها مع بعضها ليقدر يطلع بخبرته الجديدة وببصمته الجديدة. نعم. بالإضافة للفنانين طبعا في عنا بسوريا عنا أسماء كتير كبيرة بمجال الفن التشكيلي والحركة التشكيلية، ما رح أذكر أسماء لأنه كتير وما بدي أحد يزعل مني، لأنه طبعا كلياتهم نفتخر فيهم وكلهم أساتذة وكلهم لهم أسماء حتى صاروا معروفين بكل أنحاء العالم مو بس بسوريا. نعم. بالإضافة لأنه مثل ما حكينا التواصل مع الفنان من خارج سوريا كمان هذا كتير شيء مهم بيخليهم هن يتعرفوا علينا ونحن نتعرف عليهم، يعني حتى بمجال المعارض الجماعية اللي كنا عم نعملها بشكل عالمي صار كتير نوع من الخبرات إنه نحن مو بس نشوف الفنان السوري شو عم بيرسم أو شو عم بيعمل أو شو طريقته، كمان صار في عنا فرصة لأنه نشوف المعارض الخارجية والفنانين من خارج سوريا إنه شو أسلوبهم شو طريقتهم. اكتشفت انا هلا يعني بهالتجربه الحلوه اللي عملتها بهذا المعرض اكسير انه بكل بلد بكل قاره بكل مجموعه من الفنانين في لهم اسلوبهم اللي بيجمعهم مع بعضهم اللي عم بيعطونا هيك طابع خاص فيهم، وهذا الشيء كثير حلو، يعني انه مثل ما نحن كسوريين لنا طابع خاص فينا. نعم. اللي بنعبر عن تراثنا بنعبر عن تقاليدنا وحياتنا اللي نحن عايشينها، كمان هن عندهم اساليبهم وطرقهم الخاصة فيهم. فبتتفرجي هلا موجودة ساعتها الفيديوهات اللي نزلناها على صفحة جمعية شموع السلام، موجودة الفيديوهات إذا بتحبوا تشوفوها بتشوفي إنه قديش في جمالية إنه كيف كل بلد عم بتحمل طابع خاص فيها، وهذا كتير شيء حلو بيخلينا نتعرف على ثقافات الشعوب، نتعرف عنه قديش في تنوع بالفن بكل أنحاء العالم. أكيد، يعني نحن أكيد كتير بنفتخر بوجود سيدة مثلك فنانة تشكيلية كمان نموذج من السيدات السوريات اللي لهم بصمة جمالية، أيضا نتمنى لك أيضا التوفيق بجمعية شموع السلام وإن شاء الله فعلا يكون من اسمها نصيب وتحمل رسالة سوريا الجميلة والمبدعة لكل العالم. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم كلكم زول لحضوركم.